تفاقمت معاناة اللاجئين العالقين على الحدود اليونانية المقدونية بشكل طفيف في الساعات الماضية، وذلك بعد أعلان الشرطة المقدونية فرض قيود صارمة سمحت من خلالها بدخول عدد قليل من العالقين على حدودها إلى أراضيها، استثنت منهم السوريين القادمين من مدن محتلة من قبل نظام بشار الأسد كدمشق وحمص واللاذقية. يأتي ذلك في وقت حذرت فيه مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من وصول عدد العالقين إلى 100,000 مهاجر معظمهم من السوريين والعراقيين. المزيد في تقرير ناصر عدنان. بطيئة كما وقت أصحاب سكان هذه الخيام، تسير عدسات الصحفيين لالتقاط ما يمكن التقاطه من مأساة إنسانية تبدو في الصور زاهية الألوان، بيد أن حقيقتها على الأرض لا تقل عن كارثة وقهر. لم نستطع النوم ليلة البارحة أبدا، بكى الأولاد من شدة البرد والتعب على امتداد هذا المخيم أثناء الليل، لقد تعبنا حقا. مرت 10 أيام ولم يتحرك أحد لحل الأزمة الآخذة بالتفاقم بشكل تصاعدي على الحدود اليونانية المقدونية، ما يزيد عن 20,000 إنسان معظمهم من سوريا والعراق زحفوا إلى تلك الحدود أملا في العبور إلى دول الاتحاد الأوروبي والخلاص من ميليشيات القتل في بلادهم، لكن مقدونيا بالخصوص والدول الأوروبية عموما لم تعد راضية على هذا الحال، وبدأت بإطلاق قرارات من شأنها تكبيل الهجرة ووضع العراقيل في وجه الهاربين من الموت. تجلت تلك القرارات بإغلاق مقدونيا لحدودها مع اليونان بشكل نهائي قبل نحو 15 يوما، لتعود بعدها بنشر دوريات حرس الحدود ومراقبتها بالطائرات المروحية لوقف أي عملية قد ينتج عنها تسلل بعض المهاجرين، باستثناء الأعداد القليلة التي تكرمت مقدونيا بإدخالهم عطفا كما قالت. فقد ذكرت التصريحات الرسمية إن الحكومة ستسمح للسوريين بالعبور شريطة عدم قدومهم من مناطق خاضعة لسيطرة نظام بشار الأسد مثل اللاذقية وحمص ودمشق، وستكتفي باستقبال من تعرضوا للقصف كأهالي حلب وأدلب في حال امتلاكهم للأوراق الثبوتية. لا أمل لدينا، لا نستطيع العودة ولا يمكننا العبور، ربما أبقى هنا لمدة 4 أشهر، لكن ماذا عن المستقبل؟ لا نعرف شيئا فيما إذا كانت حياتنا ستنتهي بهذه الخيمة. وكأنهم عالة على وجه هذه الأرض يتحول الشعب السوري، تتقاذفهم الحكومات وترمي بهم كل واحدة إلى مهالك حدود الأخرى، فلا الجامعة العربية اكترثت ولا أصدقاء سوريا المفترضين سعوا لإيجاد حلول جذرية. وحدها المفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة تابعت دورها الوظيفي في إطلاق رسائل القلق والتخوف من الانفجار، مشيرة في آخر بياناتها إلى توقعات بوصول عدد العالقين إلى 100,000، مؤكدة أن القمة الأوروبية المنتظرة في بروكسل ستخرج إلى العلن بنتائج حقيقية وفقا لخطة قدمتها النمسا في وقت سابق وتسربت مسودتها إلى الإعلام، ظاهرها يعالج النتائج لا الأسباب. وأرحب بضيوفي لهذا المحور، محمد النعيمي مدير الرابطة السورية لحقوق اللاجئين من الريحانية، حسين جلبي محامي وكاتب صحفي من هامبورغ، ومحمد كاظم هنداوي مسؤول ملف اللاجئين السوريين من ميونخ. يعني أبدأ معك سيد محمد كاظم، يعني آخر المستجدات على الحدود اليونانية المقدونية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي إلى قناة أورينت المحترمة لضيوفك كمان. شكرا. بس أنا تصحيحا، أنا مسؤول ملف اللاجئين السوريين بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان في أوروبا. نعم. للأسف الشديد، يبدو أن هناك قرار من الحكومة المقدونية إقفال الحدود بشكل مطلق، وبصراحة نحن بنستغرب أنه آخر اليوم يعني طلعت تصريحات أنه هني راح يشوفوا مين الناس المستحقة أنه هي تمرق، وراح يعرفوا أنه مين هن أهل دير الزور ومين أهل حمص ومين أهل درعا ومين أهل السويدة. هذا كلام يعني بصراحة معيب ومشين
بحق الإنسانية وبحق رعاة حقوق الإنسان وبحق أوروبا بذاتها. يعني وقت نحن بنحكي على دولة عبور بتشترط على اللاجئين، وهن بالأساس معروف إنه هي بالأساس كل تواجد اللاجئ فيها هي عبارة عن ساعات ما أكثر يعني. نعم. بس احنا بصراحة ننتظر بكرة ان شاء الله، بكرة نتوقع ان شاء الله قرار من الاتحاد الاوروبي. طبعا احنا حاليا اللاجئين موجودين باليونان، واليونان دولة من الاتحاد الاوروبي، وطبعا هي لازم نخضع للاجئين الموجودين على اراضي الاتحاد الاوروبي القانون الاوروبي. احنا بغض النظر عن اليونان، اليونان هي دولة عبور وبتحمل بهذا الموضوع المسؤولية الاتحاد الاوروبي كون اللاجئين موجودين على الأراضي الاتحاد الأوروبي. وإن شاء الله إحنا موعودين خيرا بكرة من وراء المؤتمر اللي حيحصل لدول الاتحاد أعضاء الأوروبي، إنه حاليا اليونان بدأت الضغط على الاتحاد الأوروبي وطلبت مبلغ يعني لاجئها فيه 480 مليون يورو لاستقبال 100,000 لاجئ يتوقع وصولهم خلال الأيام القادمة يعني. نعم، سنبحث هذه القرارات سيد محمد لاحقا. هل تستطيع أن تخبرنا يعني أعداد هؤلاء اللاجئين وأوضاعهم الإنسانية في ظل يعني الظروف الجوية القاسية؟ للأسف نحن متابعة للموضوع مع أهلنا الموجودين عم يحكونا دائما الأوضاع مأساوية جدا. يعني تصور إنه هني يعني على موجب الطعام، يعني منظمة الغذاء العالمي نحن بنستغرب إنه ليش ما تحركت لحد هلا عم يعطوا مثل حتى نحكي بالعام يعني شافت خبز صغيري، يعني مثل ما بقولوا قطعة خبز صغير لكل فرد لطول اليوم. هاي وحدة من الحاجات يعني. واليونان حاليا بتقول انه هي لازمنا مركز صحي، يعني انا مستغرب احنا اطباء بلا حدود هالمنظمات الدولية ومنظمات الانسانية وين من هالحالة الانسانية. يعني ناس عالقين على الحدود، حدود لا يتوفر فيها اي شيء، يعني كل الدنيا بتعرف انه هاي حدود هي عبارة عن عبور، لا يتوجد فيها مراكز صحية، لا يتوجد فيها مراكز انسانية، رعاية الاسرة، رعاية الاطفال، رعاية ما احنا مستغرب يعني حاليا. نعم. يعني لم يتم تأمين يعني أي خيام يعني من قبل أطباء بلا حدود. سيدة الكريمة نحن مستغرب أنه اليوم المفوضية عم تعلن للناس الموجودين العالقين على الحدود أنه هي بإمكان أن هي ترجعون على البلد اللي إجوا منه إذا قرروا من منين إجوا. يعني بصراحة البولة تركيا بترجعنا هالإجراء هذا، يعني نحن بصراحة بنحتار. يعني في قوانين دولية هي بتحكم هالموضوع، ما معقول ان احنا بنشرع قوانين مثل ما بدنا بليلة وضحاها يعني. نعم. حاليا 70,000 يعني تقريبا يقدر عدد اللي يوصل له العدد خلال اليومين القادمين. يعني تقريبا 70,000 مثل ما صرحت الحكومة اليونانية لحد هلا. نعم. أنتقل إليك سيد محمد النعيمي، يعني لماذا تفاقمت معاناة اللاجئين العالقين على الحدود اليونانية المقدونية فجأة؟ مساء الخير سيدتي الكريمة. الموضوع طبعا السبب الرئيسي في هذه الأزمة مؤخرا هي أن الاتحاد الأوروبي 28 دولة في الاتحاد الأوروبي الكل يريد استغلال قضية اللاجئين لصالحه أو من وجهة نظره. فعلى سبيل المثال اليونان التي تغرق في قضايا اقتصادية منذ سنين طويلة، اليونان حتى أتحدى الآن أنها أنفقت دولار واحد على اللاجئ إن كان سوريا وإن كان عراقيا وإن كان أفغانيا. اليونان هي محطة عبور لا أكثر ولا أقل. حتى أن الموضوع انتقل إلى أمر خطير جدا بتصريحات البابا بالأمس أن هناك تخوف من إعادة احتلال أوروبا إن كان ثقافيا أو تغيير وجهة النظر الإنساني، وكأنه يشير أن كل لاجئ قادم إلى أوروبا ربما يحمل نزعة التطرف، وهذا موضوع خرق لكل القضايا والأعراف الأخلاق الإنسانية. مقدونيا أغلقت الحدود وأعلنت أنها لن تدخل سوى 580 شخص يوميا، وفي الحقيقة هي لا تدخل إلا أقل من 200 شخص. استثنت من كل اللاجئين الأفغان والقادمين من شمال أفريقيا وبقية الدول فقط العراقي والسوري والأفغاني، وهؤلاء تدقق على الوثائق حتى أن اللاجئ السوري على سبيل المثال القادم من تركيا
وعلى جوازه ختم دخول تجاوز أسبوعين أو ثلاثة أسابيع لا تدخله، تقول لها تركيا بلد أمن، لماذا لا تأتي؟ كما تحدث زميلي الآن قبل قليل، حتى هناك الآن هناك عملية تضييق على السوري، إن كان في سوريا هناك مئات الألاف عالقين على الحدود التركية، اللاجئ السوري يقتل على الحدود التركية، اللاجئ السوري يموت على الساتر بين اليونان ومقدونيا، كأن العالم كله أرادوا جر هذه القضية الإنسانية التي يجب من المفترض أن تكون بعيدة كل البعد عن أي قضية سياسية أو اقتصادية. اليونان يريد استغلال هذه القضية اقتصاديا ويبتز ابتزاز واضح من الاتحاد الأوروبي ويطلب منه اليوم 470 مليون يورو، إذن وهو لا يتكلف مليار ليرة واحدة أو دولار واحد، سوى هناك ما يلزم اليونان هو الحالات الصحية أو الحالات الإسعافية الطارئة. تركيا اليوم صرح بان كي مون أن هناك مؤتمر في أيار القادم في إسطنبول باللاجئين. النقطة المهمة التي أريد أن أشير إليها هنا، أين الرأي السوري أو القرار السوري بهذا الموضوع؟ الائتلاف غائب بكل معنى الكلمة. نعم. منظمات المجتمع المدني غائبة. محمد. نحن طرحنا على الائتلاف وعلى الحكومة التركية. نعم. أن يكون طيب. مؤتمر دولي لشؤون اللاجئين وتم تمييعه من قبل الائتلاف. نعم. اليوم الأمم يعني المتحدة سيد محمد تطرح نفس الموضوع ونفس الإشكالات التي طرحناها. نعم. نعم. يعني دول الاتحاد الأوروبي هي من تدفع بهذا الاتجاه، يعني هي من تقول أنها اكتفت وتطلب منهم إغلاق الحدود. سيدي الكريم، لدينا الآن في أوروبا 28 دولة بمعدل، لو استقبلت بمعدل طبعا حسب نسبة وتناسب للسكان 100 ألف، لدينا 3 مليون لاجئ. إذا تنحل المشكلة، إذا أوروبا لا تريد حل هذه المشكلة. أوروبا أو الاتحاد الأوروبي النمسا تتخذ قرار يختلف عن قرار مقدونيا، يختلف عن قرار ألمانيا، هناك سوء عدم تنسيق بين الدول نفسها. وربما قمة بروكسل، أنا واثق أن قمة بروكسل التي ستكون في 7 من مارس آذار الحالي غدا ستكون فاشلة بالمطلق، لأنه لا يتم دراسة نهاية المشكلة من جذورها. نهاية المشكلة الرئيسية هي إيقاف حمام الدم في سوريا، ثانيا السعي إلى عدم المسببات التي تدفع باللاجئ إلى الهجرة أو اللجوء. في تركيا هناك مضايقات، دعونا نقولها بخط العريض، إن كان على الحدود وإن كان داخل الأراضي التركية. إذا تركيا لها الحق أن تطلب، لأن هناك ضغط هائل جدا على تركيا، قرابة 3 ملايين لاجئ في تركيا، لا أحد يساعد تركيا ويريدون تركيا أن تساعدهم. اليوم رئيس الاتحاد الأوروبي أو بالأمس كان في تركيا لبحث موضوع اللاجئين. إذا الموضوع هو بسوء التنسيق. نعم. بين دول الاتحاد يعني الأوروبي من جهة وبين الجانب السوري، إن كان الائتلاف أو منظمات المجتمع المدني. نعم. أنتقل إلى سيد حسين، يعني مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة حذرت من وصول عدد العالقين إلى 100 ألف مهاجر، هل مهمة المفوضية التحذير فقط؟ مساء الخير لك سيدتي ولمشاهديك وضيوفك الكرام. حقيقة ضيوفك الكرام تفضلوا وحكوا الكثير، يعني تقريبا نتفق معهم في كل وجهات النظر التي طرحوها هذه، ونحن بدورنا يعني تقريركم تطرق إلى موضوع ختم بكلمة معالجة النتائج وليس الأسباب، ونحن أيضا من جهتنا ليس لدينا سوى وصف ما يحدث، يعني معالجة أزمة أو معالجة مشكلة غير متوفرة لدينا. ما يحدث حاليا في اليونان هو أسوأ أزمة لجوء أو أسوأ يعني وجوه الأزمة التي تحدث. كل ما يحدث هناك يكشف الوجه الحقيقي للدول التي تعاملت مع الملف السوري حتى الآن. جماعة حقيقة تعالج النتائج بعيدا عن الأسباب، كلها تستفيد من السوريين، تستفيد من الأزمة اللاجئين السوريين. حتى الآن فروسية تضغط وتضرب لكي تغرق أوروبا في اللاجئين وبالتالي تدفعهم للقبول ببقاء رئيس النظام السوري. تركيا من جهتها تحاول قدر الإمكان الضغط وفتح حدودها لعبور اللاجئين من منطقة بحار الموت حتى تستفيد بدورها وتقوم بتسريع، تقوم أوروبا بتسريع مفاوضات انضمامها للاتحاد الأوروبي. اليونان المفلسة كما ذكر الزملاء التي تخلو خزينتها من المال استغلت الأزمة أخيرا، وهي أيضا تطلب ملايين من أوروبا. جميعنا نعم. جميع ما يحدث هو قرار، سبب ما يحدث هو وجود قرار مركزي في أوروبا، يعني الأمر لا يتعلق بمقدونيا ولا باليونان، هؤلاء دول أو تلك دول تستفيد قليلا يعني مما يحدث، لكن هنالك قرار مركزي أوروبي بالاكتفاء باللاجئين. على سبيل المثال أنا أتحدث عن ألمانيا،
ألمانيا قبل أيام وجهت المستشارة ميركل كلمة مباشرة طلبت من اللاجئين البقاء في اليونان، والبقاء في اليونان يعني الرجوع أو عدم دخول أوروبا. واليونان ليست دولة كما هو معروف، هي دولة ترانزيت وليست دولة بقاء، يعني اللاجئ لا يجد فيها أي شيء، يعني لا يجد فيها لا الأمان ولا أي شيء آخر. ألمانيا والدول الأخرى والنمسا تتصارع فيما بينها للحد من دخول اللاجئين. حقيقة ما حدث في خلال أو حتى نهاية العام الماضي أصاب يعني المجتمعات الأوروبية، يعني بعض المجتمعات خاصة المجتمع الألماني مثلا بشق أو ما تسبب في تغيير بعض الأحزاب الألمانية والأحزاب الأوروبية لسياساتها. مثلا هنالك انتخابات ألمانية مقبلة، المستشارة ميركل فرضا أو حزبها لا يريد المغامرة بمستقبله السياسي من أجل قضية اللاجئين، وهي قضية بالنسبة له قضية هامشية، يعني كانت قضية جوهرية حتى فترة قريبة استفاد منها في تعزيز صورته أمام ناخبيه، ولكن عندما بدأت هناك حركات من المتطرفين يعني تستغل هذه الظاهرة. صحيح تماما، يعني استفاد المتطرفون ايضا من اللاجئين. حقيقة الجميع يستغل ما يحدث في سوريا لتمرير اجنداتهم، الجميع يستفيدون. المفوضية العليا للاجئين كما تفضلت تقوم بتوجيه النداءات، ولكن النداء لا تسمع. انا اتوقع حقيقة من مؤتمر غد الفشل الذريع، لن تكون هناك نتيجة، لان الامر يتعلق بعدد قصير عدد قليل جدا من اللاجئين سيد حسين على بلدان الاتحاد الاوروبي. نعم، هناك تسريبات تقول انهم يعني سيستقبلون السوريين فقط، ولكن الاخبار تقول ان هناك سيكون يعني حتى من ضمن السوريين استثناءات. حقيقة ليس هنالك حتى الان اي معيار او مقياس محدد، يعني الامر يدور حول بعض الاشاعات عن ادخال السوريين الذين يسكنون او كانوا يقومون في مناطق مثل حلب ودير الزور. نعم، هذا مشروع قدمته النمسا للاتحاد الاوروبي. هي سيدتي عباره عن اقتراحات لم يتم الاخذ بها بعين الاعتبار، ولكن حتى منطقه حلب او دير الزور هنالك اعداد هائله جدا، وماذا عن العراقيين وماذا عن غيرهم. الامر يتعلق بسياسه اوروبيه مركزيه كما ذكرت بادخال اللاجئين السوريين يعني او اللاجئين بشكل عام بالقطاره، حتى تدفع هذه السياسه هؤلاء الى اليأس والعودة وعدم المغامرة والمجيء إلى اليونان. وما داموا يعني قد أدركوا وما داموا سيدركوا أن هنالك بوابة مغلقة في وجوههم. الأوروبيون متفقون على هذه السياسة، الأمر يتعلق حقيقة لا يتعلق سوى بتبادل أدوار بين الجميع. الاتحاد الأوروبي كما ذكر بعض الزملاء يشعر بأنه يعني يفقد خاصيته، ودول بعض الدول الأوروبية تشعر قليل يعني أنها تفقد سيطرتها على يعني حدودها، تفقد شرائح كبيرة من المجتمع. كانت يعني مثلا على سبيل المثال حزب المستشارة ميركل حتى فترة قريبة. نعم، أشكرك حسين جلبي محامي وكاتب صحفي، كنت معنا من هامبورغ. محمد كاظم هنداوي مسؤول ملف اللاجئين السوريين بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان من ميونخ. محمد نعيمي مدير الرابطة السورية لحقوق اللاجئين من الريحانية، أشكركم جميعا على هذه المداخلة. ونختتم حلقة اليوم بلقطة تحت عنوان لا تهاجر. إلى اللقاء. دمع أمك لم يزل ملء المحاجر، لا تهاجر. ثأر أختك يطلبك عبر المنابر، دارك التي لم تر طفلا سواك هدها الشوق وأدمتها المشاعر. مدرستك هالها منك الفراق، وأقلامك الحمراء تبكي، والدفاتر والشوارع أصبحت لحنا حزينا سائلا عنك الحواجز والعساكر. لا تهاجر، فالحبيبة لم تزل على الشباك تنتظر الخواتم والأساور، رغم القتل ورغم الخوف ورغم آلاف المناظر. لا تهاجر، فمن يعمر الأرض إن أنت تغادر؟ ومن يقطف الرمان ويحصد القمح من البيادر؟ ومن يزرع الزيتون والياسمين والبسمات؟ ومن يحرس الحقل والينبوع من خلف السواتر؟
ومن ينزع من ظهر الطفولة مسموم الخناجر، ومن يرد عن صدر العفيفة ألف غادر، ومن ينتقم ممن كسر الأقلام والرؤوس واقتلع الحناجر والأظافر لا تهاجر. فمن يحكي للأطفال حكايات المساء، ومن يضع الآس في العيد على المقابر، ولمن تجدل الجميلات الضفائر، ومن يقيم في بيوت الله الصلاة، ومن يحيي الشعائر لا تهاجر. ففي الغرب تضيع الأنساب، ففي الغرب تضيع الأنساب وتغتال المروءة، وينزع الأصل من أصحابه، وتسمى مهاجر لا تشتري خبزا وأمنا مجهول المصادر. لا تترك الأرض التي فيها كبرت، إن ترك الأرض في الأزمات للأعداء مقبوح، ومن شر الكبائر لا تكن مهزوم الفؤاد ولا تنسى تاريخك.